عليكم الحبيبات ديالي، كي صبحتوا لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم خيتكم حادقه. اليوم بغيت ندير الكونفيتور ديال الفريز وشويه الفرامبواز كيتوني. ما معنى يعني كيتوني؟ خصني ما يكونش فيه السكر الابيض او السكر البني، يعني خص يكون فيه السكر غير ديال الدايت. انا ارتأيت اني ندير فيه ستيفيا وندير فيه نص كاس البنات. بالنسبه لهنا شحال عندي؟ عندي علبه ديال 400 غرام ديال الفريز كونجلي، وكان عندي شويه هنايا ثانيه، كان عندي شويه مستعمل يعني منو فيه الفرومبواز. هو هذا البنات، هادشي اللي عندي الفرومبواز غير قليل، هادشي اللي بقى منه. دونك انا درتو هنا زدتو على هاد الفريز باش يجي لي ديك النكهه ديال الفرومبواز مع الفريز. وغادي نديرو كونفيتور حيت توحشت كونفيتور وقلت غنديرو راسي كيتوني. اذا حبيباتي غادي نردي طيب هذا ستيفيا، نخويه كامل على الفريز وغادي نردو يطيب، وديك الساعه غادي نطحنو وغادي نوري لكم كي جا. اوكي حبيباتي، انا اليوم حادقه، راني دايره الكرعين ديال البقر هنا، وغادي ندايره في الكوكوز غادي يطيب الغدا ديالي ان شاء الله. يلا حبيباتي ونرجعو نتلاقاو، هانتوما معايا. ها هو كيطيب البنات، خليوه حتى ما تبقاوش تشوفوا ديك الرغوه البيضاء، غادي تسمع طعم ديك الرغوه البيضاء اللي بقات فيه غادي تفسدو. انا درت فيه معلقه ديال الفانيلا وجوج معلقة ستيتوين ديال عصير الحامض. وهو اصلا غادي يختار حيت هو فيه ماده البكتين، دونك هو غادي يختار راسو بلا ما ديروا لا جيلاتين لا والو. ها هو عندنا كوفيتير طبيعي كيتو بدون ماده حافظه، رائع جدا. تشوفوا حبيبتي مبقاتش فيه كاع ديك الكشكوشه البيضاء، مبقاتش. دونك صافي هو دغيا كيوجد، حتى يتقاضى لك بنادم يتقاضى ياكل هاد الكميه ومن بعد يعاود عاوتاني كميه اخرى. انا بغيت نديرو حيت غدا ان شاء الله باغا ندير بانكيك كيتوني، وبغيت كوفيتير اللي غادي نحليه بيها. انا العين كتاكل قبل البطن. اوكي حبيباتي، من بعد كنفرغو. انا وجدت جوج ديال القراعي ونشوف، خصكم ضروري تكون عندكم قراعي اللي محكم الاغلاق، استسمح على صوت ديال الكوكوس. وهذه هي الفانيلا اللي درت فيها البنات، ودرت مقياس جوج معلقات ديال العصير الحامض. صافي ما خبيت عليكم حتى حاجه. واللي بغيت نزيد نقول لكم البنات هو انه مشيت ديري هكا المعلقه، تحركيها تجبديها وديري هكا، الا هي ملحقتش على بعضياتها بقات الشرطه واضحه راه طايب. اذا انا هكا بغيتو، ما بغيتوش قاصح بزاف لانه هو غادي يقصح، حيت غادي يبرد غادي يقصح. كيف قلت لكم هو فيه البكتين، اذا ديك ماده البكتين هي اللي كتقصحو، لا داعي اننا نديرو جيلاتين نزيدوه لا. اذا هذا هو مربى كيتوني هائل جدا، وغادي نصور لكم كيف غادي نديرو مع لي بانكيك بتاعتي. اذا بسم الله غادي نكب هنايا، وحتى يبرد مزيان عادي يمكنكم ديروه في الثلاجه، ما ديروه شي قبل ما يبرد. واحد الحاجه البنات، حيت كنبقاو حيت كنشدو راكم تبعيني، حيت كنشدو القارورات مزيان مزيان كنقلبها على راسها باش كتقبض، كتشد مزيان النفس وكتولي مزيانه وما كيخسرش، كيجي بحال اللي راه دار اللي كيتباع في الاسواق. اذا اللي ما تبقى لي غادي نديرو في القاروره عاود. رائع البنات، ما تمشيو لاين حتى نقدمو لكم مع البانكيك. اوكي حبيباتي، وهذا هو مربى فخاز او الفراوله. والصحة وهنا. يلا حبيباتي من بعد نوريكم في البانكيك. كيف قلت لكم البنات انا خويته في القراعي، هانتوما شوفوا رائع جدا.
تشوفوا القوام ديالو كي داير، وعاد غيزيد يبرد، حيت يبرد غادي يزيد يتقال. وألف صحة وهنا، مربى كيزوني طبيعي بيو 100%، منزلي. وعلاش هيوتك وبالمذاق اللي بغيتيه انت؟ انا درت فيه الحامض سيترون، جوج معلقات كيف قلت لكم باش ما تنساوش. ونسيت ما قلت لكمش بانني انا ضفت فيه نص كاس ماء، حيت هو كونجلي فيه الثلج، دونك داك الثلج كيذوب كيولي ماء، ما تكتروش بزاف فيه الماء. والسير باش كيصدق مزيان تخليه يطيب حتى ما تبقاش ديك الكشكوشه بيضاء الفوق منه، يشربها كامله ديك الكشكوشه ويبدا يدير ديك البقبيقات كبارين بحال كي وريتكم قبيله. هاد تسمى جاهز طايب واجد، وبالصحه والهنا والف ما تمنيتو. يلا حبيباتي عاد غنوري لكم حيت ندير البانكيك ان شاء الله، وغادي نقدمو مع البانكيك. يلا مع السلامه.